السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، أهلا بكم وصفة جديدة من وصفات مطعم بيتي. والنهاردة بإذن الله هنعمل كده إيه، بسكوت سهل وبسيط وطريقته سهلة جدا. ينفع بقى تحطيه في اللانش بوكس للأولاد، ينفع للفطار، ينفع بالليل كده، ينفع ساعة العصر مع كوباية شاي. هو بسكوت سهل جدا ومقاديره زي ما احنا شايفين كده سهلة جدا. نص كوباية سكر، نص كوباية زيت على سمنة لو عايزاها سمنة بس او زيت بس مش مشكلة، بيضة واحدة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، طبعا مع البيض لازم فانيليا ورشة ملح صغيرة، وثلاث كوبايات دقيق. واحنا ماشيين كده هنحط المقادير ونقول ايه بالظبط اللي هنعمله. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بسم الله. اول حاجة عندي احط البيضة، وبدل في بيضة يبقى فيه فانيليا. طبعا حطي باكو فانيليا او رشة زي ما انا حطيت كده، عشان بجيبها سايبة، بجيبها بالكيلو يعني كده، بتبقى ايه عندي في البرطمان. وحضرة كده البيضة شوية، انزل بالسكر، نص كوباية سكر زي ما احنا شايفين كده، سكر عادي مش لازم سكر بودر. مقادير سهلة جدا وبسيطة. هنزل بالسمنة والزيت، نص كوباية سمنة على زيت، عايزاها زيت بس ماشي، سمنة بس ماشي اللي يريحك. تمام كده خلاص، حطها كده خالص. هجيب بقى الايه، الدقيق، احط عليه البيكنج باودر اهو كده، حط عليه البيكنج باودر، حط عليه رشه ملح صغيره جدا اللي احنا متعودين نحطها على اي معجنات، رشه بسيطه خالص كده، واقلبهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بسم الله. هجيب بقى ايه البولة اللي احنا عملناها اهي، لسه هنا في حبة سكر في الكوباية عشان الحلى بس يطلع ايه مظبوط. هنزل بقى بايه، بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، هجمع الدقيق بالمقادير دي عبال الصلاة بس ما تخلص وارجع لكم. بس حبايبي ادي البسكوت اهو عجناه، تمام. هحط له هنا ايه، معلقتين شوكولاتة فرماسي، معلقتين مليانين كده. لميت بقى كده الشوكولاته الفرنسيه اهي في العجينه، وهاخد بقى ايه قطعه قطعه واشتغل فيها. بصوا العجينه كويسه اهي، صرت اعملها رول كده طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، خليك ايدك ايه يعني خفيفه عليه كده عشان ايه تنعم معاكي وتبقى كويسه اهو. حلوه قوي كده، تمام. وهقيس كده زي ما انا عايزه طول البسكوت، مثلا هعملها ايه 4 قراريط كده ايه. تمام ايه. ممكن بقى وهي كده اروح عامله لها تحليه كده بالشوكه كده، او اسيبها كده مفيش مشاكل. وفي الصينيه
مدهونة ممسوحة مسحة زيت، هحطها 4 قراريط كده واقطع 4 قراريط. عايزة اقول لكم انا وانا بعمل العجينة قبل ما احط الفرماسيه لقيتها ايه ناشفه في ايدي شويه، حطيت لها 2 معلقة لبن بالظبط، 2 معلقة لبن اهو. ده طبعا على حسب الدقيق، لو الدقيق عندك لقيتيها حلوه العجينه خلاص. 4 قراريط، هي 4 قراريط. بسم الله. هكمل بقى. بص يا حبايبي، خلصت ادي كميه البسكوت اهي، مولعه الفرن على درجه حراره 180 من قبلها يعني ب5 دقائق ب10 دقائق، وهدخله لما يطلع نشوفه بقى لما استوى. حبايبي ادي البسكوت بعد ما طلع من الفرن، مش قادره اقول لكم ريحته وطعمه وقرمشته في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله يعجبكم، وبيبقى حلو طبعا في الفطار وللولاد اهو. بصوا بصوا بصوا، جميل جميل والله، طعمه تحفة يعني. جربوه، وبكده يكون الفيديو بتاعنا بقى خلص. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، وما تنسونش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على كلمة الكل حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.